أن تقارنه مع أي لاعب آخر هذه جريمة. أنه أصعب خصم مواجهته أنه لا يجعلك تستمتع بالكرة. هذا ما قاله إيفرا وزيدان عن سكولز الملقب بالأمير البني. هل لك أن تتخيل يا عزيزي أن بول سكولز هذا الأسطورة لعب أكثر من 700 مباراة مع مانشستر يونايتد، لعب أكثر من 20 موسم، ورغم كل العروض اللي نهالت عليه أنه أبى أنه يلبس تيشيرت أي لون غير اليونايتد. هذا اللاعب يا عزيزي كان معروف بدقة تمريراته وقوة تسديده، فهو أسطورة حية لن تموت عند جماهير مانشستر يونايتد. ولكن المعلومة اللي أبي أقولها لكم أن بول سكولز كان ما يقدر يجاري بعض اللاعبين في جيله لأنه كان عنده مرض الربو، إلا أن هالشيء ما خلاه يأثر عليه وتعالج وصار لاعب أحسن، بل صار لاعب من أفضل اللاعبين التاريخيين في مانشستر يونايتد. مع اليونايتد حصل على أكثر من 11 دوري واثنين دوري أبطال غير البطولات الباقي، مجمل 25 بطولة. اللي أبغى أوصلك يا عزيزي أن أنت كلاعب في بعض الأحيان كرة القدم تمر فيها ظروف أنت مالك دخل فيها، هي من الله عز وجل، ولكن هذه الظروف تخليك أنت لاعب أسطورة. لذلك حط في بالك أن أي عتبات أنت راح تواجهها بكل تأكيد ثق بالله تماما أنها بتخليك أنت لاعب أفضل. سلام.